عن الملف الأمني بين بغداد وطهران. ينضم إلينا من عمان عبر سكايب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. دكتور مرحبا بك. دكتور كيف تتابع الاتفاق الأمني بين العراق وإيران بشأن الجماعات المعارضة في كردستان؟ نعم، شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن موقف حكومة إقليم كردستان هو موقف حكيم وبناء وإيجابي، ويتفاعل مع المشاغل الإيرانية، وأيضا موقف الحكومة العراقية، السلطات الاتحادية، الأجهزة الأمنية، أيضا هو موقف بناء. وعبر هذا التفاعل ذهب العراق لتوقيع اتفاق أمني مع طهران. أيضا هناك جهود بذلتها السلطات العراقية في مسألة نشر لواء من القوات الأمنية للحدود لضمان أمن الحدود مع إيران، لكن اللهجة الإيرانية مع الأسف لهجة تهديدية تتصاعد دون الأخذ بنظر الاعتبار ظروف المنطقة، يعني المناطق في سليمانية وأربيل ودوك، المناطق الحدودية من الناحية الطبوغرافية والجغرافية هي مناطق جبلية وعرة، هناك الكهوف، هناك المغارات، هناك يعني التضاريس الحادة الصعبة، وبالتالي ليس من السهولة اليوم بالنسبة للأجهزة والقوات العراقية أن تقوم ب يعني دكتور إذا تسمح لي بسهولة. نعم دكتور، هذا الاتفاق الأمني لو طبق بشكل صحيح من كلا الجانبين أو الجوانب الموجودة، إلى أي حد قد ينهي هذا التوتر على حدود البلدين؟ مؤكد من الممكن أنه إذا طبق نروح إلى سلام متبادل على المناطق الحدودية، لكن أيضا أنا استمعت إلى بعض التصريحات قيادات الكردية الإيرانية تتحدث أنه عبرت عن استعدادها للانسحاب 100 كيلومتر عن الحدود الإيرانية. هذا شيء جيد، لكن أيضا هي تسأل عن البديل، يعني هي تحتاج إلى مخيمات بديلة للسكن مع عوائلهم. أيضا نحتاج إلى تشجيع الأمم المتحدة أو مفاتحة الأمم المتحدة لفتح معسكرات خاصة لها هؤلاء اللاجئين، لأنهم في الأساس تحت رعاية الأمم المتحدة عبر المفوضية العليا للاجئين. إذن علينا أن نوفر لهم حماية وأمن وضمان استقرار وضمان سكن آمن، مدارس لأطفالهم، وليس تعريضهم إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق. أما الأسلحة اللي عندهم مثل ما نشوف بالتقارير هي أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومن السهولة تقوم الأجهزة العراقية والبيشمركة أيضا بنزع دكتور الأسلحة وضمان الأمن. لكن بغض النظر عن نوع الأسلحة، دول تعتبرهم تهديد لأمنها القومي كما في تركيا، إذن هي مشكلة بين العراق وتركيا وإيران على مدى سنوات طويلة. ما العائق من إيجاد حل مناسب لجميع الأطراف؟ تأخرت كثيرا. أتفق يعني. نعم أتفق معك تماما، ولهذا أيضا يشير أن الدستور العراقي بوضوح يتبنى مبدأ عدم تدخل العراق في الشؤون السيادية لدول الجوار، وأيضا عدم استخدام الأراضي العراقية من قبل أي جهة كانت تجاه دول الجوار بأعمال عسكرية أو غيرها. الجانب الثاني في إطار النظم السياسية وأزمات النظم السياسية، مسألة الأكراد الإيرانيين هي في النهاية مشكلة إيرانية بامتياز، وهي تعني عجز النظام السياسي في إيران عن تلبية المطالب واحتواء مطالب وحاجات وأمن الأكراد في كردستان إيران، وعدم تحقيق مشاركة وعدالة في توزيع الموارد والثروات. لهذا السبب ليس في كردستان فقط، لكن في عربستان وفي أذربيجان وفي بلوشستان وفي حتى المناطق الفارسية وتركمانستان هناك غضب، هناك غضب، ونتوقع أنه في يوم 16 في الشهر القادم أيضا ممكن تصير حركات احتجاجية في ذكرى وفاة جينا الكردية اللي قتلت مع الأسف بطريقة خطيرة، يعني
وما تعرض له وما يتعرض له الشعب الإيراني عموما من مختلف القوميات، وخصوصا الأكراد والعرب والبلوش وغيرهم. إذن هي أزمات في النظام السياسي الإيراني، لكن مع الأسف النظام السياسي الإيراني كغيره من أنظمة الشرق الأوسط لا يعترف بأزماته ولا يجد حلول لهذه الأزمات، يتصرف بشمولية وبقمع وباعتقالات وتكميم الأفواه. تركيا تختلف، تركيا مشكلة البيكيكي مشكلة تمتد من 1982 لليوم. أيضا على تركيا أن تجد حلول، يعني أنا ما أعرف لماذا لا تذهب إيران أو تذهب تركيا إلى نظام فيدرالي يضمن حقوق الأكراد وفي نفس الوقت يضمن الوحدة الوطنية لتركيا والوحدة الوطنية لإيران، لأن في النهاية النظام الفيدرالي هو نظام ينظم العلاقات للقوى القومية المختلفة والإدارية، وبالتالي يضمن الديمقراطية والعدالة في توزيع الموارد والثروات والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مع الأسف هذه الأنظمة تذهب للعنف للحروب بدلاً أن تذهب إلى إيجاد حلول سياسية ودستورية للأنظمة السياسية تعالج بها مشكلة التعددية القومية والأثنية. لا يوجد نظام في العالم سيدي الكريم قومية نقية، فرنسا متعددة قوميات، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، الصين، كل دول العالم اليوم، ماليزيا، الهند، 400 قومية ولغة ودين وثقافة، لكن مع ذلك هناك نظام فيدرالي ديمقراطي يضمن التوازن داخل المجتمع. أنظمتنا في الشرق الأوسط هي أنظمة للاستبداد الشمولية، وتذهب مع الأسف لاستخدام العنف والقمع بدلا من إيجاد حلول ديمقراطية عبر أنظمتها السياسية وتجنب هذه المصادمات المسلحة. نعم دكتور، رسالة وزير الخارجية فؤاد حسين من طهران كانت واضحة، يعني لا نقبل بالتهديدات ولا سبيل غير الحوار والاتفاق، نحتاج إلى ضمانات إيرانية. بعد هذا الاتفاق هل من الممكن أن تقدم إيران ضمانات لتجنب تصعيد أو عدم انتهاك هذه الاتفاقية؟ أشك أن إيران ستلتزم بتقديم ضمانات للحكومة العراقية ولإقليم كردستان، رغم من زيارة السفير الإيراني قبل يومين إلى إقليم كردستان ولقاءاته بالسيد نجربان والسيد مسرور وغيرهم، وكذلك في السليمانية مع باب الطالباني وغيرها. أشك لأن إيران تريد أن تذهب إلى الخيار العسكري على ما يبدو لتصفية حساباتها. هناك اتهامات تتذكرها جنابك أن وجود بؤر للموساد الإسرائيل، قصفت أربيل ب72 صاروخ، تخصف محطة إنتاج الغاز، تخصف محطة تصفية المشتقات النفطية في أربيل، مطار أربيل. هناك مواجهة، ويبدو أن إيران تذهب إلى تصعيد هذه المواجهة كجزء من مواجهة إيران للولايات المتحدة الأمريكية وللفصائل المختلفة اللي موجودة في شمال شرق سوريا. يعني هذا التمدد الإيراني، هذه الاستراتيجية الإيرانية العسكرية الإقليمية في المنطقة أكيد يشكل تهديد خطير للأمن والاستقرار، وبالتالي لا أعتقد أن إيران ستذهب لتقديم ضمانات بعدم الاعتداء وعدم استخدام القوة المسلحة. وأنا أعتقد دائما هناك بدل استخدام القوة المسلحة فرص كبيرة لاستخدام الدبلوماسية والحوار البناء والأمم المتحدة، وأيضا لجوء إيران، يفترض أن تذهب إيران إلى إيجاد حلول لأزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية اللي تهدد أمن واستقرار النظام باستمرار، وبالتالي تعالج المشكلة من الداخل قبل أن تذهب لتصديرها نحو العراق والشرق الأوسط. من عمان عبر سكايب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. سيد الكريم شكرا جزيلا لك.